تأتأة ولا تلعتم ولا اللي معروفة بالفرنسي البيغيمون. دونك هو واحد الاضطراب لغوي ناتج عن تأخر في سيولة الكلام. وهذا الاضطراب ولا هذا التأخر هذا تيكون ناتج عن تكرار بزاف ديال المقاطع الصوتية اللي من بعد يقدروا يرجعوا ديبلوكاج كاريمون. الناس هادو اللي تيكون عندهم تكرار تيبدا في الاول غير بالتكرار، مي الا ما تعالجش تيرجع ان بلوكاج، سيتادير الشخص ما تيبقاش يقدر يخرج الكلمه ديالو يعني بطريقه سلسه، خاصو بزاف ديال الجهد باش يخرج الكلام ديالو. كيتمتم اكزاكتومون، يعني معروفه وشائعه بالتمتمه في اللغه العاميه ديالنا، وكتبان عند الاطفال منذ الصغار يعني مع بدايه الهضره حتى عند الاشخاص البالغين يقدروا يكبروا بها ولا كيكتسبوها يعني في الحياه ديالهم. اسباب كاين بزاف، اسباب مختلفه. الاسباب الاولى اللي سنهضروا عليها هي الاسباب الجينيه، يعني التوارث هو واحد الاضطراب اللي يقدر يكون متوارث، ولكن ماشي بطريقه يعني اونفادير مباشره، ماشي ضروري. الوغ كاين كذلك اسباب اللي هي عضويه، كاين اشخاص اللي عندهم امراض ولا عندهم اضطرابات اخرى وتيرافقهم هذا لو بيغيمون هذا ولا هذا التلعثم هذا. وكاين اسباب غادير النفسيه كتجي الرنفورس لا بريزونس ديال لو بيغيمون، ستادير يعني السبب الرئيسي هو ان الاشخاص عندهم واحد لو تيران لونغاجي فراجيل، ستادير في الدماغ ديالهم الكلام ديالهم اصلا يعني حساس، يعني اي حاجه غادي تعرضوا لواحد الاضطراب. دونك فاش تيجي واحد العامل ولا واحد السبب غادي يطور لو بيغيمون فيه. دونك هنايا كنهضروا على اسباب اللي هي ديماغيا ولا نورولوجيك، اي اوسي بعض المرات كنهضروا على اسباب ديال تطور اللغه، سيتادير ملي تيكون ان روتار دو لانغاج سا بو اوسي دوني ان بيغيمون. تشخيص خصو يكون في سن مبكره جدا، ما غاديش نحدو السن وقتاش، مي تنقولوا الاباء وقتاش ما يعني تتبدا تخلع، يعني تتبدا تشوف داك الشيء بزاف يعني كيتكرر بزاف، خاصنا اون كونسولت. دونك تنستشروا مع اخصائيين في الكلام وفي النطق دي زورتوفونيست باش كيديروا الفحص ديالهم، الفحص اللغوي، الفحص السلوكي، والفحص كذلك الجسدي، و يعني من ابارتير من هذاك لي دوني اللي كيجمعوا كيبداو العلاج ديالهم اللي هو تيكون لغوي وسلوكي كذلك. النصيحه اللي سنعطيو الوالدين ديما هي الا لاحظتوا وليداتكم عندهم تأتأة ولا بيغيمون، اول شيء ما خصناش نخلعوهم ولا نغوتوا عليهم ولا علاش كتهضر بحال هكا قد هضرتك، لا ما نسمع لكش حتى تهضر مزيان، راه الطفل هذا راه ما كيديرهاش بالعاني، يعني سي كلكو شوز اللي تدار لا اراديه. كذلك تنقولوا لهم زعما الا شافوا هذا الشيء تيتكرر بزاف يفو كونسولتي لو بلو فيت بوسيبل، يعني في اقرب وقت يمشيو عند اخصائيين، لان شحال ما طال الاضطراب تيتانستالا، يعني كياخذ بلاصتو في الجسم ديال الطفل ولا في الكلام ديال الطفل. اوسي يفو نحاولوا نسمعوا الميساج ديال الطفل، يعني شنو تيقول لنا لو كونتوني، ماشي الطريقه اللي يهضر بها. يعني في عثمان بقى اون كريتيك لا فاسون اللي تيهضر بها، بلوتو نرد البال شنو بغى يقول ليا، نحاول نحلل معاه داكشي اللي قالوا ليا. كذلك لو كونتاكت فيجوال اي تري امبورطون، سادير خصني نبقى تنشوف الطفل ديالي هو تيهضر معايا، ولا ميم الشخص البالغ اللي تيكون عنده ان بيغيمون ما خصناش هو يهضر وحنايا تبينوا ليه بلا صافي قنطنا منه هضر، يعني ما عندناش الوقت باش نسمعوك. دونك لو كونتاكت فيجوال اي تري امبورطون، تيعاون هاد الاشخاص هادو بزاف.